حبذا لو تطرقتم إلى الأسباب المعينة على تأدية صلاة الفجر في وقتها. أعظم الأسباب لتأدية الصلاة في وقتها النية الصالحة والعزم الصادق، وأن يكون عند الإنسان عزيمة ونية صادقة في أن يصلي صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين. فإذا عزم المسلم ونوى عانه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأسباب النوم مبكرا، لأن الناس في هذا الزمان أو كثيرا من الناس ابتلوا بالسهر، قد يكون سهرا على أمور محرمة كالنظر في الأفلام الخليعة والبث التلفزيوني الواثق بواسطة الدشوش وغير ذلك من، وكذلك لعب الورق وغير ذلك، هذه معاصي. كذلك السهر لو كان على تلاوة القرآن أو على التهجد بالليل، إذا كان يسبب النوم عن صلاة الفجر فإنه لا يجوز. فكيف بالسهر على أمور محرمة أو أمور لا فائدة فيها أو أمور دنيوية؟ لأن الصلاة يجب أن تكون في قائمة أو في أول قائمة اهتمامات المسلم في حياته. فالواجب على المسلم أن يهيئ نفسه للقيام صلاة الفجر، وذلك بأن ينام مبكرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. يكره الحديث بعدها لأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن ينام من أول الليل من أجل أن يقوم من آخر الليل بالتهجد وذكر الله استغفار صلاة الفجر. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المسلم يحاسب نفسه فيضبط أوقاته، أوقات النوم وأوقات العمل وأوقات الصلوات. من أعظم الأسباب أن ينام الإنسان مبكرا، لأنه إذا تأخر في النوم ثقل عليه في آخر الليل القيام لصلاة الفجر، فقد يقوم مع كسل وضعف عزيمة، وقد ينام ولا يقوم إلا بعد خروج الوقت أو يقوم بعد فوات الجماعة. وكذلك من الأسباب أن يعمل الإنسان ما يقيمه للصلاة، إما بأن يوصي من يقيمه من أهله أو من حوله أو من جيرانه، أو أن يجعل عنده ساعة مؤقتة تدق في الوقت المحدد، ولا الساعات اليوم لله الحمد ويسر. وأيضا ساعات منضبطة ودقيقة، فالوسائل موجودة ولكن الشأن في الاهتمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.